عندنا مجموعة من الأسئلة وعندنا 30 قطعة كوكيز. كل ما جاوبت على سؤال وأكلت قطعة كوكيز تأخذ لك 300 ريال. إن شاء الله تأكل 30 حبة. يا ربي يا حبيب، على كل واحدة 300؟ على كل واحدة 300 ريال، وأنت وحظك. يا سلام، أو ماي جاد، 300 × 30 9000 ريال. يعني أروح بها رحلة على جزر المالديف. والله ما تشوف ما بإذن الله. يا ليلى يا ليلى، والله ما حد أخذها، والله ما حد أخذها. لا لا يا بريان، لا لا. السؤال الأول وأسرع واحد فيكم يجاوب. كم عدد فقرات الرقبة في الإنسان؟ 27. ليش أنت طبيب عظام؟ هذه رقبة أدمي ولا زرافة؟ كم؟ أجاب 9. 4. باقي أبو ريان ما قال. للأسف كلكم غلط. السؤال الثاني وأسرع واحد فيكم يجاوب، وطبعا لكل شخص منكم إجابة واحدة. السؤال يقول: بماذا تقصد العرب في قولها ترك له الحبل على الغارب؟ ترك له الحبل على الغارب معناته ترك يسوي اللي أهمله، وترك إيش؟ ترك يسوي اللي يبغاه. ألف مبروك، تستاهل يا عبد الله. أنت طولت في الإجابة. خذ كوكيز، تستاهل، و300 ريال. شكلها اليوم سنين عجاب. السؤال الثالث يقول: من هو أفصح العرب لسانا؟ سيبويه. الرسول صلى الله عليه وسلم. المبروك يا بريان، المبروك. في تايلاند بهدلتني، وهنا كمان. لا 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 لا، بالعافية بالعافية بالعافية. تبغى دش قهوة؟ حبيبي طلع 300 ريال. خلاص بعد الحلقة. لا يا حبيبي، جيبها الآن، جيبها الآن بعد الحلقة. والله أعطيك أبو ربيع. نعيد السؤال. نعيد السؤال صح؟ نعيد السؤال. نعيد السؤال. السؤال الرابع يقول: السؤال الرابع اللي ما راح يفوز فيه، قسم بالله ما يفوز فيه. عبد الله شكرا لك، عقد عبد عبي عارف ما خطي ما راح يفوز فيه. نحن مشينا بالسؤال الاول بس يفوز فيه، لكن نوريك. ما انت تروح لتايلاند وحتى هنا كمان بتفوز علينا؟ ما راح تفوز. اللهم يا ربي اخرس ألسنتهم لا يفوزوا. ابغى اغير الدعاء. اللهم خذ اعمارهم. سؤال يقول: ما المقصود بالعنفقة؟ هذه هي العنفقة. المبروك يا شيخ، المبروك. المبروك. لا 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 سلامة يا عم سمير. يا عم سمير، من موقع الحدث اتصل على نجم. يا قلبي يا عم سمير، تسجيل الواقعة. هذا الحين حنا كنا بنعطيك 9000 عشان اجابتك، بس الغيناها بسبب عيال بخطيب الاثنين ذولي. ما قلت لك الله ياخذهم من